طرأت على صالونات الحلاقة تغييرات عديدة، فالأمر لا يقتصر على قص الشعر والذقن كما كان في السابق. فعلى ما يبدو أن السعي لإرضاء الزبون بأقصى ما يمكن أدى إلى تطور فن الحلاقة، فاستخدام مستحضرات التجميل باتت تستخدم بشكل أساسي في الصالونات الرجالية لأنها تعيد الحيوية والنضارة لوجوه مستخدمينها. التعامل مع الزبون أحياناً يكون صعب، هل تنفذ ما تراه جميلاً أم تنفذ طلب الزبون مهما كانت النتيجة؟ شوف، بهاي الحالة عندنا نوعين من الزبائن، أكو الزبون اللي يرضى أو يقتنع من كلام الحلاق، وأكو الزبون اللي يجي قافل مثلاً على ستايل محدد براسي، لوق له أو ما يلوق له بغض النظر عن البحث، لا خلاص هاي القصة اللي أريدها. بالأول النوع الأول من الزبائن اللي يقتنع من كلام الحلاق، أحاول أعطيه شيء مناسب اللي يقعد على وجه، الستايل اللي يلوق الوجه، لأن مو كل ستايل يقعد على كل الوجوه، مضبوط؟ فحاول يعني انه اقنعه بالاقنع الزبون بالستايل اللي يقعد اللي يلوق الوجه يناسب وجهه تماما. اما بالنوع الاخر الثاني اللي ما يقتنع القافل مثلا على ستايل محدد، فاسوي له الستايل اللي براسه هو بس، ولكن اضيف له مستي، احاول قدر الامكان انه اقعد الستايل اللي هو رايده على ملامح وجهه، على قصه وجهه تمام، فيتناسب سوا يعني. هل تتابع الموضة وكيف تقنع الزبون في قصة شعر جديدة؟ أكيد أتابع، هو بالأصل الحلاق لازم كل يوم إلى تحديث جديد، كل يوم إلى ستايل جديد حتى يطرحه للزبون اللي يجي، تمام؟ لأن مرور الوقت إذا ظل يسوي نفس الستايل للزبون فيصير ملل عند الزبون، تمام؟ فأكيد أتابع المواقع العالمية وأتابع الستايل الأجانب أو الغرب. ما هو سبب استخدام مستحضرات التجميل والتنظيف؟ أولا يكون الزبون بشرته تعبانة فيحتاج لجلسة تنظيف. عندنا هواي مستحضرات للتجميل، ودائما الزبون يكون مثلا فترة معينة احنا كحلاقين نحددها له يجي نشتغل جلسة تنظيف، هاي واحدة. اثنين عندنا مسرحات الشعر، مسرحات الشعر هاي يكون حاليا موجودة عندنا بالعراق كمستوى أول، مثلا الشعر المتجعد، الشعر التعبان، الشعر المتقصف، عندنا هواي مواد يعني نستخدمها. مشاكل اللحية والشعر تحديدا الشعر ممكن يكون إما بسبب مرض أو حالة نفسية أو الوراثة، تمام؟ بداية يفضل أن يسوي تحليل دم، تمام، حتى يعرف مصدر المشكلة. ثانيا مشاكل الشعر، أكو مستحضرات طبية للمستحضرات أو المعالجات اللي تقدمها بعض المراكز للتجميل لحل المشكلة التساقط أو الفراغات، إن ما نجحت أكو الحل الأخير اللي هو البوستيجة أو زراعة الشعر. بالنسبة للحية يعني مثل ما ذكرت المستحضرات الطبية والمعالجات اللي تقدمها مراكز التجميل ما جابت نتيجة، فحل الوحيد اللي هي الزراعة، يعني زراعة اللحية. ما الصعوبات في تعلم فن الحلاقة الرجالية؟ يعني بالبداية الارتباك والخوف انه اخرب شعر الزبون، بس مر الوقت تغلبت على هاي الحالة واحترفت في مهنة الحلاقة. كيف تتعامل كونك حلاق مع الأطفال وكبار السن؟ وهل هناك تسريحات خاصة لكبار السن والأطفال دون الشباب؟ هل أنت تحددها أم الزبون؟ أولا حسب عمر الزبون، يعني كأطفال، الأطفال أكيد إحنا الستايل إحنا اللي نختاره لهم، أو كمثلا عند والدة أو الشخص اللي جاي وياه يحدد القصة معته، أو مثلا كصورة يجيب لنا ونمشي على ستايل الصورة. يبقى الزبون مثلا الشاب الوسطاني، يعني مو العمر الكبير، الشاب الوسطاني نحاول احنا اللي نسوي له الستايل اللي يريده، لان احنا عندنا ممارسات للحلاقة وعندنا قصات جديدة نبوع عليها، فهمت شلون؟ فيبقى ستايل الزبون الكبير يعني بالعمر، ستايل الزبون الكبير بالعمر يعني يكون رسمي دائما. عندنا يعني هواي زبائن يكون ستايله رسمي وقصة واحدة، يعني فشي كل سهل وطبيعي. أوكي، تبقى شغلة الأطفال إحنا نحاول القصة مالتهم، يعني شلون أقول لك، إحنا اللي نختارها أحسن حسب رغبة الأهل، يعني رغبة الأهل تكون فوق كل شيء، يعني تكون أول شيء. بس إذا ما عجبنا إحنا يعني كحلاقة، يعني إذا ما عجبني مثلاً رغبة الأهل القصة اللي جابوا ليها أهلهم، أشتغل على الشيء اللي مخليه بدماغي أو ببالي.
الحلاقة فن متكامل تصنعه الأنامل، والتكوين يرتقي بالإبداع. لم تعد الصالونات الرجالية مكانا للحلاقة فقط، إنما يقصده كل من يبحث عن التجديد والجمال. من أحد صالونات بغداد، ضياء هيثم، قناة زاغروس. لا لا لا.